مساء الخير. طقس معتدل دافئ عم بيسيطر على اجواءنا للايام اللي جايه ولا بكره. جونا غائم جزئيا ودرجات الحراره رح تنخفض ورح تتسجل على الشكل التالي. نبدا جولتنا مع كارو 24 درجة، 27 بطرابلس، 24 بالعاصمة بيروت وأيضا بسور. ننتقل لبعلبك مع 25 درجة، 13 باللقلوق، 24 بزحلة و22 بجزين. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 75%، رياح اتجاهها جنوبي غربي وعم تسجل سرعتها 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهادة. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ إذا لبكرة جونا غائم جزئيا ودرجات الحرارة عم تسجل 24 درجة، بتستقر على 24 لنهار الاثنين لترجع ترتفع بشكل تدريجي وتستقر على 26 درجة لنهار الثلاثة ولنهار الأربعة، وبيرجع جونا قليل الغيوم وصافي. هون بنوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة. تصبحوا على ألف خير.